تعالوا بقى نروح من الدوريات الاوروبيه، وكنا اكيد هنرجع لها تاني في الفقره الاخيره من حلقتنا النهارده، بس تعالوا نبتدي كلامنا عن النشاط الرياضي والترويجي بالنادي الاهلي. طبعا هذه اللجنه المتخصصه في هذا الشان يعني نظمت مهرجان الجري والمشي في فرع الشيخ زايد الفتره الاخيره، هنشوف مع حضراتكم هذا التقرير نتعرف من خلاله على تفاصيل اكتر. اتفضل. كل مصر طيبة وكل أعضاء النادي الأهلي طيبين بمناسبة 6 أكتوبر، لكن اليوم بتاعنا النهاردة في بنقول بطولة مسابقة رياضة ترويحية بين أعضاء أهلي مدينة زايد. كان أول مرة أشارك في اللجنة، لجنة النادي الأهلي كعضو ولسه جديد على البرنامج، بس أول مهرجان أحضره وكوتش حسين عنان اختارني في اللجنة، فده طبعا يعني حاجة مشرفة للنادي الأهلي واسم النادي الأهلي. طبعا زي ما احنا عارفين النادي الأهلي ده قامة وقيمة، زي ما انت حضرتك شايفة دلوقتي المهرجان من أطفال وسيدات وكبار سن وصغار وبنات ورجاله وشباب. عرفت من الجروبات بتاعت النادي الاهلي الموجوده على شوارع الشيخ زايد وحبيت اشارك، وانا شاركت قبل كده كان معمول من فتره قبل الكورونا طبعا، وكان يوم جميل جدا وظريف. النادي الاهلي ده في دمي، وبسم الله ما شاء الله، شكرا شكرا لكابتن الخطيب، بسم الله ما شاء الله على الاهتمام والاستجابه الفوريه لاي طلب في اي نادي من الفروع سواء مدينه نصر او الجزيره او الشيخ زايد، فشكرا لك يا كابتن خطيب، ربنا يخليك ويمتعك بالف صحه وعافيه. والله احنا بنتميز هنا في الشيخ زايد، احنا اصلا جامعه عموميه بس اعضاء الشيخ زايد بيتميزوا بممارسه الرياضه باستمرار، ولينا تجمعات اسبوعيه كده على التراك بنمشي فيها، فما صدقنا لينا يوم كويس كده فحبينا كلنا نشترك فيها. لفته جميله من الاداره وبالتوفيق ان شاء الله. اداره جميله وبتعمل لنا انشطه جميله، فلما بنعرف اعلان زي كده بنيجي طبعا كلنا جري. يعني عاملين النهارده ايفنت الماراثون، حقيقي ايفنت حلو قوي، ما كناش متوقعين الاقبال ده بسم الله ما شاء الله، واللي احلى ان هو برده السن يعني في الاعمار كبيره، هتلاقي السن الكبير لغايه الطفل، فده اللي احنا حقيقي ده المكسب بالنسبه لنا ان هم كله يعني كل العيله تشترك مع بعض النهارده في الايفنت ده. هو طبعا انا هقول لحضرتك على بدايه سريعه كده، المهرجان ده بدا من امتى؟ يعني هو كان بتوجيه الحقيقه من المرحوم الكابتن صالح سليم، وما تنفذش في فترته، توفاه الله قبل ما نبدا هذا المهرجان، وكان بدايه المهرجان في اول دوره للكابتن حسن حمدي. وكان الغرض من المهرجان اساسا ان هو اسمه المهرجان الرياضي الترويحي للاعضاء غير الرياضيين، يعني الاعضاء الجمعيه العموميه، بغرض ان هم يقوموا من على الكراسي ويتحركوا ويعملوا نشاط رياضي بحيث ان يعني جروا الدوره الدمويه وحاجات كده. كل سنه طيب للنادي الاهلي وكل اعضاء النادي الاهلي. انا بتكلم بصفتي من اقدم اعضاء النادي الاهلي، انا بقالي عضو حوالي 54 سنه. فانشئت اللجنه من اجل اساسا الناس كبار، ولكن هي لكل الاعمار السنيه. النهارده اول ايفنت لنا في الموسم ده، بداناه يعني الموسم من اكتوبر وان شاء الله هيستمر كل شهر ان شاء الله. والنهارده كنا بنقدم ايفنت عباره عن مهرجان مشي مقسم لجزئين، الجزء الاولاني 30 دقيقه والجزء الثاني 45 دقيقه.